بيحتفل المصريون خلال أيام بعيد رأس السنة الميلادية لتظهر الفرحة على وجوه الجميع بعد الأحداث الصعبة التي مرت بها مصر طوال العام الماضي. كاميرا الحياة الآن قامت بجولة بين المحلات في وسط البلد لرصد أوضاع البيع والشراء والإقبال المتزايد من المواطنين على شراء مستلزمات الاحتفال برأس السنة الميلادية. زميلنا محمد رياض من درب البرابرة تحديدا هيقول لنا إيه هي آخر الأخبار وفي إقبال من المصريين على شراء مستلزمات هذا الاحتفال السنوي اللي الكل بيحتفل بيه ولا في إقبال ضعيف. هعرف أكتر من محمد رياض. محمد برحب بيك واديني رسم تفصيلي للمشهد والصورة عندك تفضل. مساء الخير عليك شريف، يعني كل عام والمصريين بخير والأخوة الأقباط عام سعيد عليهم. يعني شريف، يعني نرصد الآن من خلال حي ضرب البرابرة حالة البيع والشراء بالنسبة للهدايا الخاصة بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. يعني هناك حالة من الإقبال الشديد والكبير على شراء الهدايا، ليس فقط من الأخوة الأقباط ولكن أيضا من المسلمين. هناك أعداد كبيرة جدا بالتوازي يعني مع المسلمين والمسيحيين، الآن يقومون بحالة من هناك رواج من البيع والشراء. يعني يمكن الصورة تظهر لنا خلفنا المحل مزدحم، نحن الآن نقف في أحد المحال الشهيرة داخل حي البرابرة الذي يقوم ببيع الهدايا هنا، أعياد الكريسماس بأسعار زهيدة. يعني كانت هناك أيضا ارتفاع طفيف هذا العام حوالي بنسبة 20% للهدايا عن الأعوام السابقة، ولكن هناك رواج كبير بين المواطنين لشراء هدايا أعياد الميلاد. هيكون معانا الأستاذ جمال سيد الشهير بجمال العصفورة، أحد المحال الشهيرة هنا التي يمتلكها الحاج جمال. برحب بحضرتك وعايزين نعرف أسعار السنة دي عاملة إزاي. والله الأسعار السنة دي يعني بتزيد 20% 22% كده، حاجات يعني كده. يعني هل حضرتك تقول لنا يعني نماذج كده من الاسعار؟ في بابا نويل كان السنه اللي فاتت 18 جنيه الدسته، السنه دي بقى 24 جنيه، انت واخد بالك؟ في حاجه بتزيد عن يعني السنه اللي فاتت ما كانش في اقبال، يعني السنه اللي فاتت عن زي دلوقتي. دلوقتي في اقبال يعني شديد من جماعه الاقباط والمسلمين كمان، لان برضو احنا بنشتغل على الشجر وبنشتغل على حاجات حاجات الكريسماس زي الجرس زي فروع الزينه الكلام دوت جماعه المسلمين، والجماعه الاقباط طبعا برضو جرزات وحاجات، يعني برضو ايه في اقبال من ايه من ناحيتين. بس السنه دي بامانه انا راجل بقى لي كام 25 30 سنه هنا، بامانه احسن من السنه اللي فاتت. يعني رغم ان ارتفاع الاسعار لكن هناك رواج في الاقبال. طبعا طبعا في اقبال جامد قوي، يعني انا الحمد لله انا خلاص كده بشطب. السنه اللي فاتت كانت فيه بص لغايه بعد 7 يناير 15 يناير وبرده انا شغال وبرده كان الشغل عندي السنه اللي فاتت، لكن السنه دي الحمد لله ما كانش فيه ركود. يعني لا السنه دي ما فيش ركود، مش عندي انا، عند اي حد ما فيش ركود. طب حاجه جمال، انت لمست من المواطنين ايه؟ هل هم كانوا متخوفين وهم جايين النهارده بيشتروا ولا كانوا فرحانين؟ لا 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 ما فيش خوف بامانه، يعني مفيش خوف. السنه اللي فاتت كان في ما اقدرش اقول لك، يعني السنه اللي فاتت راحت لحالها، السنه دي بامانه لا مفيش خوف خالص، لا من بياع ولا من المؤاخذه اللي بيشتري ولا اللي بيبيع ولا الكلام ده. احنا كان عندي كان بائعين هنا المؤاخذه كانوا واقفوا السنه اللي فاتت، كان في رهبه بين البياع وبين الشاري، دلوقتي مفيش الكلام ده خالص. مش عايزه بقى انا اقول لك بقى رهبه من ايه ومن ايه ومن ايه، ومش عايزه يعني عشان تسمع. واخد بالك؟ اشكرك حاج جمال. يعني شريف، يعني كان هذا لقاء مع احد اصحاب المحلات الشهيره هنا في حي البرابره لنرصد حركه البيع والشراء، وكما ذكرت على الرغم من ارتفاع الاسعار نسبيا بنسبه 20% ولكن هناك رواج كبير وحاله من الشراء بين المسلمين والمسيحيين احتفالا باعياد راس السنه الميلاديه. إليك شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا محمد رياض. يعني اطلعنا على الصوره، الناس عايزه تفرح وحقها الفرحه، ربنا يجعلها سنه سعيده على كل الناس في مصر. مشاهدينا انا بشكركم على متابعتكم لهذه الحلقه من برنامج الحياه الان.